التربيه على فكره الاسئله سهله، والتربيه يعني راعه لصرف النزاع وكذا، الاسئله سهله وكل هو من منهاج السنه. كيف افضل؟ أكرم عبد الكريم الأحمد، أمين عبد زايد رامي الأحمد، عبد الرزاق كل الجهاز من نحن الآن في نهاية العام الدراسي 2017-2018، حيث تجري مديرية التربية والتعليم في حماة الفراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعها الأدبي والعلمي وامتحان مرحلة التعليم الأساسي للطلاب في ريف حماة المحرر. تم توزيع الطلاب على 4 مراكز امتحانية موزعة جغرافيا بحيث يسهل على الطالب الوصول إلى مركزه الامتحاني، كما تم دمج مرحلتهم الثانوية والإعدادية أو التعليم الأساسي ضمن توقيت امتحاني واحد من أجل تخفيف أعباء المراقبة وسهولة اصطحاب ذوي الطلاب بأبنائهم في وقت واحد إلى المراكز الامتحانية.